شيع بعد ظهر اليوم جثمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين سابقا الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق من مسجد المشير طنطاو بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير. وحضرت مراسم صلاة الجنازة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ولفيف من القيادات الصحفية. وتوفي الكاتب الصحفي الكبير أمس عن عمر ناهز 58 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد مسيرة صحفية مهمة. قاتل لم يترك سلاحه، سلاحه كان ألمه، وظل حتى اللحظات الأخيرة واقف على قدميه وبيحارب معركة الفكر ومعركة التنوير ومعركة الوعي. الأستاذ ياسر كان صحفي كبير درجة مقاتل، كان وطني، كان في يتميز بالخلق، يتميز بالمهنية اللي احنا كنا محتاجينها في الصحافة المصرية. وللأسف يعني يمكن النهاردة احنا فقدنا يعني الأستاذ ياسر، وفقدنا برضو في زملاء أعزاء أستاذ سامي متولي والأستاذة زينب منتصر. يوم حزين على الصحافة المصرية. لتعازل الوسط الصحفي لأسرته، أسرة الكاتب الصحفي الكبير المرحوم ياسر رزق. الوسط الصحفي فقد قيمة كبيرة، الوسط الصحفي فقد قلم وطني ترك بصمة يعني في سواء في الصحافة أو في مؤسسة أخبار اليوم. ياسر رزق تاريخ طويل، حد كان موهوب وعاشق لهذه المهنة وعاشق لحرية الصحافة وعاشق لوطن ومدافع عن قضايا وطن لغاية آخر يوم في حياته.